يعتبر ليبينسكي فير واحدا من أهم المواقع الأثرية الأوروبية على ضفة نهر الدانوب، ويمثل أكبر بعد ثقافي من العصر الحجري المتوسط، ويوجد في صربيا على مجرى نهر الدانوب عند الكيلومتر 1004. وحسب توصية المرشد السياحي أطلس أوبسكور، فإن من بين الأماكن على الكرة الأرضية التي ينبغي للسياح زيارتها حديقة جرداب الوطنية، التي بالتأكيد ما كانت ستكون بهذه الشهرة والفرادة لو لم تشمل أيضا الموقع الأثري ليبينسكي فير. ويقول الخبراء بأن هذا الاكتشاف قد أثرى العالم بمعرفة أنه كانت هناك ثقافة موجودة في زمن ما قبل التاريخ. اكتشف موقع ليبينسكي فير الأثري في النصف الثاني من القرن العشرين بمناسبة بحيرة تجميع المياه للمحطة الكهرومائية جرداب واحد، وبعد عدة أعوام لاحقة تم نقله مسافة حوالي 30 مترا بعيدا عن المكان الذي اكتشف فيه. وكانت هذه هي أفضل طريقة للحفاظ على الأدلة التي لا لبس فيها للحياة المعمرة والغنية للناس في مضيق جرداب الصخري، المنطقة الجذابة التي يمر عبرها الدانوب وتشكل الحدود بين صربيا ورومانيا. وبنفس اسم الموقع سميت الثقافة التي ظهرت في الفترة التي تم الانتقال فيها من الصيد إلى الفلاحة وتربية الماشية في العصر الحجري الحديث. ولا شك في أن هذا الموقع الأثري الذي يزيد عمره عن 8000 سنة هو أحد الأحياء السكنية التي قطنها الإنسان في القارة القديمة، التي بنيت بطريقة مخططة. وكان يوجد في الحي السكني مبنى مركزي أمامه فسحة خالية تمتد باتجاه نهر الدانوب، تعتبر كنوع من ميدان تحيط به بقية البيوت التي بنيت بزاوية مستقيمة بالعلاقة مع المبنى المركزي، حيث يمثل الحيز الكائن بين البيوت شوارع اليوم. وقد بنيت كافة المنشآت على نفس النمط، وحسب ما تشير إليه كافة البوادر كان لدى سكانها مقاييس محددة، بناء عليها أقاموا أساسات المباني وبنوا سقوفها على شكل الخيمة، وكانت أبوابها دوما تفتح باتجاه الدانوب. وكان يوجد في كل بيت مذبح تقدم عليه القرابين، كما أنه أيضا مكان للصلاة وحتى لدفن بعض أفراد العائلة. وكانت هناك اعتقادات في ثقافة ليبينسكي فير بالعودة إلى الحياة من جديد وبالخلود الذي ترمز له قرون الغزال التي توضع إلى جانب المتوفى، نظرا لأن الغزال يغير قرونه القديمة كل عام وتخرج قرون جديدة. وعلى أي حال، فأن ثقافة ليبينسكي فير أكثر ما تشتهر بالتماثيل الحجرية المنحوتة بخطوط تذكر بالعربية، ويأخذ البعض منها الشكل السمكي لأن عبادات هذا الشعب كانت مرتبطة بالنهر. وقبل حوالي 5300 سنة قبل الميلاد استأنس سكان ليبينسكي فير أول الحيوانات وبدأوا يزاولون الزراعة، وهو ما انعكس أيضا على الفن. وبدلا من التماثيل المصنوعة من الحجر، بدأوا صنع أواني الخزف التي كانت ضرورية لحفظ وتحضير الأطعمة المصنوعة من الحبوب، وبدأ دفن الموتى خارج البيوت وفي وضع الجنين، لأنه كان يسود الاعتقاد بأن كل شيء أصله من الأرض الأم التي يعود إليها. وبعد عدة مئات السنين وفي البحث عن أرض جديدة صالحة للزراعة، غادر سكان ليبينسكي فير المنطقة المحيطة بنهر الدانوب، وهكذا ماتت الحياة في هذه الحضارة التي وجدت في فترة ما قبل التاريخ.